بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء، يومكم جميل، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اليوم هنصور لكم سيارات أنتيكة، نبعد شوية عن السفر والهجرة ونعمل لكم فيديو عن بعض السيارات الأنتيكة المعروضة هنا للناس اللي بتهوى السيارات الأنتيكة. خليكم معنا، أنا هنا في منطقة زي سوق السيارات اللي هي بس الأنتيكة قوي، موديل 2000 إيه؟ موديل 1940 و 1950 و 1960، حاجات كده قديمة قوي. هبدأ أصورها لكم. معايا النهاردة معايا ماركو هنصور لكم. ماركو معايا أهو، هنعمل فيديو النهاردة. أدي يلا هنبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أول عربية في المكان اهي، ماركتها ايه دي؟ هنشوف دي ماركتها ايه. حاجه كده، استنوا، تقريبا دي شوفرليه، عربيه شوفرليه. ادي اول عربيه موجوده عندنا، موديل المفروض البيانات مش عارف موجوده ولا مش موجوده، فالبيانات مش موجوده النهارده. طب ادي تاني عربيه، الله اكبر. شفت العربيه دي موديل 1940، وتحس انها لسه مصنعة السنة دي، تحس انها موديل السنة دي. ادي دي كامارو، مش عارف كامارو يعني ايه، بس عربية. انا على فكرة معلوماتي على قد في العربيات. دي شوفرليه قديم قوي، اول ما الشوفرليه اتعمل 1947. ودي تقريبا كل ده شوفرليه، كل دول نفس الستايل تبع الشوفرليه. نشوف من ورا كده، تقريبا ادي التابلو بتاعها، في مزاد بتعمل على العربيات. وادي كمان عربيه اهي، ادي الناس كلها عرض عربياتها هنا. دي عربيه تقريبا من ماركتها، كانوا بيحطوا لوحه بيانات هنا، ما بقاش في لوحه بيانات. ناس هنا اهي بتشاهد. نبدا نجيب ماركات العربيات، مش مكتوبه عليها ومش واضحه. دي نوفا ايه، شوفرليه برضو. انا معظم العربيات اللي انا بشوفها شوفرليه يا جماعه، بس طبعا ايه 1940 1950 حاجه كده. شفتوا العربيه من جوه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شوف المرايات، شوف الشبابيك دي. العربية حلوة أو تستاهل التصوير، كل الناس بتصورها شوفرليه اهي. تعالوا نيجي هنا، نفس الشوفرليه برضو، نفس الشوفرليه. ايه ده، احنا النهاردة يوم الشوفرليه ولا ايه؟ مش عارف. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. عربية حاجة كده، ايه ده يا جماعة؟ يعني الناس اللي بتفهم في العربيات الانتيكة دي اكتبوا لي في الكومنتس، اكتبوا لي دي ايه، لان فعلا انا ما عنديش خبرة. ماركو معانا عامل لنا قلق. وايه، ادي ماركو كمان اهو، وكريم ابني. سي هاي كريم. شوفرليه كمان، كل ده شوفرليه يا كريم. ها لا، دي مش شوفرليه، دي ايه. وادي دي كمان، شوف الموتور، عايزين نخش على الموتور من جوه. مكتوب عليه النوم، مش شوفرليه دي كمان. وكله ايه يا جماعه، ايه الماركات دي، ايه يا جماعه، عايزين نعرف. مش الماركات دي ايه يا كريم؟ ودي انا عايز اعرف الماركات، بس للاسف بقى هسيبكم انتوا بقى تقولوا لي الماركات، لاني بصراحه يعني انا حبيت بس احط لكم العربيات. وشوف العربيات عامله ازاي، ايه العربيات دي يا جماعه، ايه ده، ايه العربيات دي؟ وتمنها غالي على فكره، يعني العربيات دي تقريبا اقل عربيه 40 50 الف دولار، يعني مش حاجه بسيطه. يعني انا اللي عرفتهم بس الشوفرليه، الباقي مش عارف ماركاتهم. كان الاول بيحطوا لنا البيانات والموديل وسنه كام وتفاصيل قوي، مش عارف ليه ما بقوش يحطوا الحاجات دي، المعلومات دي ما تتحطش. اوكي، العربيات ايه، شوف العربيه. طب استنى اما نشوف المصفحه دي. ربنا يستر. يا نهار ابيض، ايه ده يا جدعان، ايه ده، العربيه دي عامله ليه كده؟
واقفه ليه كده؟ طيب شوف العربيه عامله ازاي، شوف الكبوت بتاعها، العربيه عامله ازاي. ايه ده رفع الكبوت عشان تبرد عليك السخنه دي ولا ايه؟ ولا بيوريك ان الكبوت بتاعها حاجه نظيفه قوي. بليز بليز اصدقائي الغاليين، ربنا يخليكم، الناس اللي بتهوى العربيات دي يقولوا لي عشان يدوني معلومات. انا ما عنديش معلومات والله، ما عنديش معلومات خالص عن العربيات دي. يعني بليز الناس اللي هي عندها معلومات تكتب لي في الكومنتس وتكتب لي. شوفر ليه والله يا شوفر ليه، شوفر ليه، شوفر ليه. أه؟ يا دوب اما بشوف العلامه بعرف، انا اما بشوف العلامه بس بعرف، غير كده ما فيش. طب شوفوا دي، دي ايه دي؟ دي ضفدعه بشريه دي، يعني مش ما اعرفش دي بتنساق دي ولا بتاع. الله اكبر، نهار ابيض. اتفرجوا يا جماعه العربيه دي، عربيه عامله ازاي دي؟ دي عربيه ايه طيب؟ دي ايه يا كريم دي؟ مركب مزيفه. انا هصور كل العربيات عشان فعلا عجبني قوي. سوزوكي دي، سوزوكي اه، لا الاكتيفيا دي، وايه ده؟ انا على فكره ما عنديش هوايه بالعربيات قوي، لكن حبيت المنظر، بحب اجي اتفرج عليهم. على فكره كل يوم جمعه بيبقوا موجودين، وانا كم مره اقول عايز اصور، بس فكره السفر والهجره والفيز شغلاني، وعشان اسئلتكم وعشان طلباتكم فبهتم اكتر بالفيديوهات دي. لكن انا اصلا فعلا حابب احط فيديوهات على ده، الوحيد اللي حاطط، حتى مش حاطط المعلومات، حاطط انها للبيع وحاطط تليفونه بس. ادي تليفونه، اللي عايز يشتري يا جماعه ياخد الرقم بتاعه هو ويتصل بيه ويبعتها له، او ممكن يبعت له هو دعوه يجي يشتريها منه، يبقى ضرب عصفورين بحجر واحد. يبقى جه كندا وجه اشتري عربيه. انا بستعجل وبمشي بسرعه عشان عايز اخلص الفيديو بسرعه، مش عشان حاجه غير ان انا مش عايز اطول في الفيديو. شوفر ليه كمان، ايه ده كله شوفر ليه النهارده ولا ايه؟ مش عارف. ادي العربيات دي، ايه كمان دي؟ العربيات على فكره كلها باب واحد معظمها، يعني العربيات دي كلها موديل 2000 و 2000 ايه، انا مصمم على 2000 مش عارف ليه. العربيات دي 1940. شوف البنفسجي الحلو ده، اللون ده جميل قوي، اللون ده لون شعيري قوي ما شاء الله. ايه ده في حد قاعد جوه، ده في حد قاعد جوه، بس في المدام قاعده جوه. ادي العربيات جوميلا، ادي العربيات اهي، ادي العربيات كلها. انا بخلص بسرعه وبمشي بسرعه، محدش يقول لي احنا ما لحقناش نتفرج. ممكن اعمل لكم الجمعه الجايه فيديو قبل الدنيا ما تضلم، احنا داخلين على الضلمه دلوقتي المغرب، فهعمل لكم الفيديو ده بسرعه، ومحدش يطلب مني يقول لي انت عملت الفيديو بسرعه وما شفناش العربيات. اللي عايز يعمل فيديو تاني يقول لي، الناس اللي هي بتهوى العربيات وبتهوى الانتيكه دي. لا دي جديدة، دي حاجة جديدة، دي الفناية دي، خلينا هنا في القديم. حتى دي جديدة كمان، دي ممكن، لا دي جداد، احنا هنا خلاص دخلنا في الجداد، بس في شوية هناك اهو، هنجيبهم بقى ونمشي وخلاص. شفت الحاجة الكبيرة دي؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الناس قاعدة، كل واحد قاعد، وفي هناك اهو منظمين المعرض هناك. وادي العربيات، فورد، اللهم صل على النبي. كده خش على الفورد، ايوه كده اخيرا لقينا كلمه فورد. وجوه، بص العربيه دي حاجه كده، عايز اروح الف عليها من ورا. العربيات ايه ده يا جدعان، ايه ده، ايه دي عامله ليه كده؟ اللهم صل على النبي. شوف العربيه عامله ازاي، شوف العربيه عامله ازاي، شوف العربيه. شوفرليه دي على فكرة، دي شوفرليه، دي شوفرليه، ودي لا دي فورد، دي فورد اهي كمان اهي، بس مش قديمة قوي يعني. دي فورد ممكن 1970 بتهيألي، لا ممكن 1960 على فكرة. ودي فورد كمان، دي شوفرليه، دي ايه كمان، دي فورد، ودي فورد، ودي التحفة، دي التحفة المعمارية، دي النص نقل بتاع زمان يا جماعة.
دي الدبابة بتاعتنا بتاعت مصر بس فورد. شوف عاملة ازاي ده، تحمل فيها تراب دي ولا ايه؟ شوف العربية عاملة ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصراحة انا من زمان نفسي اعمل الفيديو ده والله، من اول ما عملت الفيديوهات بتاعتي، لكن زي ما قلت لكم شفتوا دي فورد على فكرة. لا دي مش فورد، هنشوفها من ورا تبان لي شوية. ودي ده شفت الكلاكسات بتاعتها فوق، دي الكلاكسات بتاعتها من فوق اهي، و هنشوفها من ورا. دي ايه؟ دي فورد اكيد، انا حاسس انها فورد ان شاء الله. لا والله، والله ما عرفتها يا جماعة. أنا معلوماتي ضعيفة جدا في العربيات دي، طول عمري معلوماتي ضعيفة في العربيات. أنا هخلص الفيديو بقى، لأني فعلا ما بحبش أطول الفيديو عليكم عشان تشوفوا كله. بس يا ريت الناس اللي هوات العربيات دي يكتب لي ويفيدني ويديني معلومات، زي ما بديكم معلومات في السفر والهجرة ادوني معلومات في العربيات. طيب الناس اللي بتفهم في العربيات. أنا جاي هنا على العربية جنب الناس. أوكي، يعني حاجة كده بصراحة مش عارف. بليز، كل الناس اللي بتحبني وبتعزني، اللي بيعرف أي عربية من دول وبيهواها وعنده معلومات عنها يديني فكرة ويفيدني. دي فورد كمان اهي، أنا العلامة هي اللي دي فورد، ودي مش قديمة قوي، دي مش قديمة. دي ايه دي بقى؟ دي ايه؟ فراري. ده فراري القديم ده، اول ما اتعمل ده ولا ايه؟ ثلاثة دول فراري على فكرة. قديم ده، اول فراري اتعمل. انا صورت هنا تقريبا. يبقى احنا كده هننهي الفيديو يا جماعة، ونقول لكم ان احنا فعلا هنغير شوية ونبعد عن السفر والهجرة، وجبنا لكم مثلا عربيات انتيكة، عشان انا بعرف المصريين قوي بيحبوا العربيات الانتيكه دي، في ناس من هواة العربيات، فالناس دي اكيد هتنبسط من الفيديو. بس يكتبوا لي في الكومنتس، يعرفوني العربيات اللي انا مش عارفها ويزيدوني بالمعلومات. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.